أرجو من رؤساء الأندية أن يكونوا بمستوى قيمة مرافقة الدولة، لهم أن يسعوا جاهدين إلى التقرب من المصالح المختصة أو من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل معرفة أو مدى الوصول ناديهم على مستوى الشروط التي حددها الاتحاد الإفريقي من أجل الحصول على رخصة النادي المحترف، التي بدونها لا يمكن أبدا أن يشارك ناديا جزائريا في بطولة محترفة أو في استحقاق إفريقي. هذه ليست تعليمات وزارة الشباب والرياضة، وليست تعليمات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وإنما تعليمات الاتحاد الإفريقي، مكرهين ومجبرين إلزاما أن نتبعها وأن نوفر المواصفات من أجل الحصول. هناك لجنة، مكتب دراسات دولي سيأتي لمراقبة المواصفات كل الأندية، هل هي لها أحقية في الحصول أم لا؟ وبالتالي فالموضوع موضوع اتحاد إفريقي، موضوع تنظيمات دولية، وليست موضوع تشريع جزائري. أو وعليه فأطلب وأكرر من رؤساء الأندية ومجالس إدارات الأندية التقرب إلى المصالح المعنية في الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل الحصول أو التزود على ما هي شروط الحصول على رخصة النادي المحترف التي تمكن لهم من المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لموسم 22-23.